Alors, salam alaikum. Concernant le prototypage, bon, moi, je ne trouve pas facile le prototypage. C'est simple, c'est créer un prototype. Des projets de namoudaj, c'est à l'amal ta'ak. Namoudaj wa qa'i, à l'amal ta'ak. Il a quand même une application, tu crées l'application. Il a quand même un produit, un namoudaj de produit. Bon, l'objectif du prototypage, c'est de prouver les sahs. الفكرة تاعك جيدة دو بروفي باللي راك قادر باش تصنع ثاني باش تثبت لي زانفستيسور باغ اكزومبل اللي انت تقدر دير هذا البروتوتيب مجرد افكار وخلاص الى اخره داكور دونك ثاني باش تسيه في لو مارشي باش تعطيك لي كليون تاعك وتجربه في الواقع وتشوف عم تدي من عندهم فيدباك ويقولوا لك اسكو هنا لا عدل هنا بدل هنا دو بريفيرونس سجل لنا هذه اكسترا دونك باش تجربه في الواقع دونك هذا هو الفائده تاع البروتوتيباج البروتوتيب جينيرالمون توجدهم من اموالك الخاصه او من صديق الى شويه مكلف ممكن الجامعه تدفع لك او اللابوراتوار اللي تخدم معه هو يخلص لك هذوك المصاريف الجملين ثلاثه اربعه الى اخره إذا كان يتطلب البروتوتيب أكثر من ذلك وما تقدرش تجيبهم بايزون دراهم ولا تحتاج أجهزة غير متوفرة في الجامعة هنا الوزارة دارت منصة اسمها ابتكار دونك هذه منصة ابتكار تدخلوا لها في هذا السيت ابتكار.dgrsdt.dz دونك تدخلوا هنا وتشوفوا هاد لا بلاتفورم هاد لا بلاتفورم واش فيها صنعتها الوزاره فيها بلوزيور اون بو دير كوم دي لابوراتوار يعني كبار في الجزائر وين عندهم الماتيريال وين ممكن يصنعوا لك لي بروتوتيب تاعك ولا لي تيو تاعك اللي راك باغيها الى اخره والوزاره ولا هي الدي جي ار اس دي تي هذه لا ديريكسيون تاع البحث العلمي هي تساعدك باش هي اللي تتخلص عليك المصاريف تاع هذا البروتوتيب بيان سور سنرجع هذه في حاله ما قدرتش انت ديرها انت او تحتاج اجهزه خاصه ما عندكش في الجامعه او ما عندكش في مدينتك او ما عندكش صاير ما تقدرش توفرها داكوغ باسكو علاش باسكو لا شارج عليهم كبيره بزاف ابتكار ممكن تدي عده اشهر باش تقدر دير النموذج تاعك وان هذه السنه معليش انا غير نذكرها هكا رابيدمون مي ما نظنش يكفي الوقت لهذا السنه باش الطلبه يقدموا يوجدوا لي بروتوتيب تاعهم باسكو هنا خاص تدفع ومن بعد يعطيك لاكور ومن بعد يعطيك لاكور يفوتوا لك الطلب بعد عده اشهر ممكن للجهه المعنيه اللي يدير لك البروتوتيب باش تروح عندهم دير البروتوتيب تاعك ولا لي تيو تاعك باش تستعمل هذاك الماتيريال اكسيتيرا تاعهم ولا هما يستعملوا لك الماتيريال ويصنعوا لك لو برودوي تاعك لو بروتوتيب تاعك هما يدفعوا مصاريف عليك 20 مليون حاليا المذكور راه لو كو لازم ما يفوتش 20 مليون تاع البروتوتيب راهم يقولوا بالك ممكن يزيدوه العام الجاي 40 مليون دونك فوالا دونك ما يمشي لهذا السنه ممكن طلب الدكتوراه ممكن اللي يكونوا الام 1 هذا العام راهم يوجدوا روحهم العام الجاي دونك بريفيرونس يوجدوا روحهم من دركا يوجدوا البروتوتيب تاعهم يبعثوه الابتكار الى اخره بيان سور ابتكار تقدر تتصل بهم مباشرة تدخل هنا تكري ليدونتيفيون وهنا كاين توتوريال يشرحوا لك كومون ساس باس كيفاش تسجل عندهم كيفاش تقدم الملف تدي هذاك الرقم تاعهم دونك المهم تدخل في هذا التوتوريال تقدر تشوفوا تدي واحد الرقم وهو اللي تسجل به وثاني نقدروا حنا نعطوا لك ورقة بليكم كوارك في إطار مشاريع تاع لي ستارت اب لي بروفي اكسيتيرا دونك باش يسهلوا ويسرعوا لك شويه العمليه هادو راني نهضر ماشي الطلبات هذه السنه ما يكفيهمش الوقت صوف اللي باغي باغ اكزومبل حتى سبتمبر مثلا ما يسوتني حتى سبتمبر ولا يكمل مشروع حتى سبتمبر معليش ماشي مشكل يقدر يبدا يقدم في حال نعاود نرجع في حال ما يقدرش يديرها على مستوى في حال كاين حاجه ماتيريال جهاز ما عندوش غير متوفر ولا غالي جدا ولا تكلفة البروتوتيب غالية وهو ما يقدرش يوفرها ولا الجامعة تقدر توفرها له دونك نروحوا لابتكار منصة ابتكار ضربوا عليها طلع شيء جميل جدا في بلوزيور بلاتفورم تدخل تختار لا بلاتفورم اللي تدير فيها كيف قسمتينها كيف في وهران الى اخره دونك ممكن تختار تشوف الماتيريال تاعك اللي راك محتاجه وين راه موجود فوالا دونك دخلوا ابتكار وشوفوها نعاود نرجع نمشي لهاد السنة لطلبة الـ M2 ولا المتخرجين للعوام الجايين
اللي عنده وقت تانيك اللي باغي يسوتني في سيتهم ما كاش مشكل، واللي تانيك البروتوتيب تاعه مكلف باش هما يخلصوا عليك هذيك ال 20 مليون في البروتوتيب، واللي مشي الوقت ماهوش فاكتور مهم بالنسبه لهم. شكرا جزيلا.